المخبرين قالوا لي انه شركة الامن اللي بتشتغل لصالح ريكيتا شددت الاجراءات الامنية على البيت. اولا هذا الشيء بيعني انه هي شاكة فينا فعلا، وتانيا نحنا تأكدنا انه اوراق الملكية موجودين بالبيت، ولهذا السبب مستحيل اي حدا فينا يتسلل على البيت. بس ما هيك الوحيدة اللي فيها تفوت لجوا وتجيب اوراق الملكية؟ لا مهيك، ما تفكري حتى، رح نفكر بخطة تانية. لا سيد كورانا، خلص أنا جاهزة. مهيك رح فوت على البيت. وين عقلك انتيف؟ اسمعوني، أنا بعرف إنه هالمخاطرة كبيرة، بس الجائزة أكبر منا بكتير. لازم نخاطر هلأ أو لا. مهيك، بامي وريكيتا هنن هنيك، شو متوقع منهم إنه رح يستقبلوكي بالورود مثلاً؟ بس ممكن يصير لك شي مهيك. مرت عمي شوريا، ليك صح أنا رح فوت على هداك البيت، بس مو بهاي الطريقة يلي مفكرين أنتو فيها، لأنه في عندي خطة. خطة؟ وين كنتي حضرتك؟ كأنه أنت صاير عم تنسى شي. ها؟ أنا قالت لك بالدار. يا عيني كتير مشغولة كنتي حتى ما قدرتي أنك ترندي على اتصالاتي كلها؟ قولي. لا مو هيك القصة جيفان، بس لأنه موبايلي كان صامت لهيك أنا ما سمعته منيح. ما بدها هالعصبية هي. شو ما كان يكون ما بصير هيك. كنت عندي إحساس أنك ما كنتي بالدار أبدا، عم تخترعي قصة. يلا قليلنا شو القصة بالضبط. بدك تعرف القصة بالضبط؟ القصة طلعت من البيت لأنه ما بدي شوفش أي حدا منكم، بس هلأ بنتي هي وقعت عن جد بحب الشخص الغلط، فطلعت من البيت لريح رأسي شوي. كانتا احكي لي انت كيف بتحكي معنا هيك؟ ما بتستحي على حالك؟ أنا عن جد معك حق بكلامك هاد. لا ومو بس كانتا، وما هيك ما بتستحي. حبيبتي قولي انت وين كنتي؟ أنا رح أقول لك وين كانت، لأنه أنا بعرف هي بتكون راحت تدور على ابنة شوريا، لأنه بيكون نايم بشي شارع لأنكن عديمين الفائدة، مو هيك؟ نحن عديمين الفائدة؟ لو أنه ابني شوريا ما تزوج من بنتكم مهيك، نحن ما كنا رح نضطر نعيش هذا اليوم. أنت كيف تحكي على بنتي بهي الطريقة؟ خلينا نفوت لجوا. أنت مالك شوريا ومهيك كانتا وكورونا كمان هلأ بلشوا يتخانقوا مع بعض، شو بنعمل معهم يعني؟ نحن تعرضنا لسرقة كل شيء، نحن مرقنا بكل شيء مع بعضنا، بس هلأ أفراد عيلتنا بلشوا يتقاتلوا مع بعضهم، وإذا استمر هذا الشيء أفراد عيلتنا رح يبلشوا يقتلوا بعض أكيد. رجعوا شوريا ومهيك؟ لا وهيك أحسن، بجوز هلأ هنن يحلوا خلافاتهم وينهوا هالخلاف هاد للأبد. بمجرد ما انتقل على بيت آجي ما عاد اقدر شوفك من هون لنحصل على الوراق. ايه هيك تمام، لانه بيكونوا هدول الوراق حافز لك حتى ترجعي لي. يعني انت خايف على اوراق الملكيه ما انك خايف علي انا؟ رح زورك باي وقت انت بتحاكيني فيه، بغض النظر قديش السيد كورانا رح يأنبني وقديش الامن مشدد ببيت آجي، انا رح اجي وشوفك. وبالمناسبه انتي ما رح تكوني هنيك لحالك، الخالة كانتا رح تروح معك. كيف؟ انتي استني وبعدين بتشوفي. شوريا انا بحبك. مهيك انتي نصي التاني، انتي كل حياتي.
أنا بكرهه، بيزعجني حتى وهو نايم. خلينا نروح، رح يطلع الضوء وتأخر الوقت كتير. ليكي هلأ بدي اياكي ترجعي لورا، ايه ما هيك؟ واعملي حالك نايم ماشي؟ ما بدي اقعد مع اجي. ليش؟ مو هي خطتك انتي؟ هلأ ما عاد بدك؟ لو سمحتي انتبهي منيح، اذا بيحاول اجي انه يقرب منك اضربيه كف فورا. ما هيك بتمنى انك تلاقي الوراء عن قريب، بس بترجاكي لا تخاطري بحياتك. إذا مو حابة هاي الخطة ما في أي مشكلة، نحن فينا نلغيها. لا هلأ صرنا بوضع ما عاد فينا نتراجع. شوريا استنى شوي، أنا نسيت شغلة. شو هي؟ تعال. ما رجعوا شوريا ومهك على البيت لسه؟ يعني كان لازم تفيقينا من الصبح بكير. معناها هن مع بعض بعد مدة طويلة، أخذوها فرصة ليقضوا وقت مع بعضهم شوي، فكرت نتركوا يقعدوا مع بعضهم شوي. لك حتى ما عم بيردوا علي. احكي مع السيد كورانا. شوريا وين كنت؟ ليك حالتك شو تعبان يا ابني؟ شوريا ابني قلي انتو مهك كنتو مع بعض مبارح؟ شبك ايه؟ انتي؟ كان متعود يكون مبسوط لما يكون موجود مع مهك، بجوز يكونوا سهروا لوقت متأخر ولساته تعبان لهلأ. ولا كلمة كان تسكتي، معناها قبل كل شي. شرف سألوا وين مهك. شو بيعرفني وين؟ روحوا سألوا حبيبة. شوريا انت شو عم تقول؟ سألوا حبيبة؟ شو بتقصد بكلامك؟ عن شو عم تحكي؟ انا عم احكي الحقيقة، هي عم تعيش قصة حب من ورا ظهري، اليوم انا كشفتها. هلا انا فهمت
ليش مهك ما رجعت على البيت لهلا؟ حلو كتير يا مهك، حلو مهك شاطرة بتأليف القصص، كيف بتنزل لهالمستوى؟ مو معقول. سمعتوا شو قال هلا؟ انتو كمان عرفتوا شو كانت عاملة مهك؟ يا ترى شو كمان رح تعمل بالمستقبل؟ ما بنعرف. يلا جاوبوني. عم حذرك اوعك تتجرئي وتسيئي لبنتي بنوب، بس كرمالي تستروا على عيوب شوريا اتنيناتهم عم يحكوا قصة مفبركة عن بنتي. ما رح تبطلوا خناق، بدل هالشي لازم تحلوا خلافاتكم وتصلحوا الأمور بيناتكم. إذا ضليتوا هيك عم تتقاتلوا بجوز يصير الوضع أسوأ. عن جد؟ كيف تتوقعي مني إهدى وهي عم تهين بنتي بهيك حكي؟ وبدك يعني اسكت لها كمان؟